بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. فيا ساكني أرض الطفوف عليكم سلام محب ما له عنكم صبر، فذلي بكم عز وفقري بكم غنى، وعسري بكم يسر وكسري بكم جبر، وعيناي كالخنساء تجري دموعها، وقلبي شديد في محبتكم صخر، وقفت على الدار التي كنتم بها فمغناكم من بعد معناكم قفر، وقد درست فيها العلوم وطالما بها درس العلم الإلهي والذكر، فراق فراق الروح لي بعد بعدكم، ودار برسم الدار في خاطر الفكر. إلى أن يقول إمام الهدى صبط النبوة والد الأئمة رب النهي مولا له الأمر، له القبة النوراء بالطف لم تزل تطوف بها حبا ملائكة غر، وفيه رسول الله قال وقوله صحيح صريح ليس في ذلكم نكروه، حبي بثلاث ما أحاط بمثلها ولي، فمن زيد هناك ومن عمرو، له تربة فيها الشفاء وقبة. بلغنا الله وإياكم زيارة الحسين. له تربة فيها الشفاء وقبة، يجاب بها الداعي إذا مسه الضر، وذرية درية منه تسعة أئمة حق لا ثمان ولا عشرون،
أيقتل ظمآن حسين بكربلاء. شخص بهالميزات هذه في حديث رسول الله ومع ذلك يقتل ظمآنا، مو لعدم الماء وإنما ماء الفرات إلى جانبه. أيقتل ظمآنا حسين بكربلاء وفي كل عضو من أنامله بحر ووالده الساقي على الحوض في غد وفاطمة ماء الفرات لها مهر فواله فنفسي للحسين وما جنى عليه غداة الطاف في حربه الشمر رماه بجيش في الظلام قسيه الأهلة والخرصان أنجمه الزهر لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل على جاء في زيارة عاشوراء للإمام الحسين عليه السلام يخاطب الزائر فيه الإمام فيقول يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. هذه الزيارة من الزيارات المعروفة والمشهورة والمروية عند الشيعة الإمامية، وينبغي التأمل في فقراتها، ونحن ننطلق منها للحديث عن جواب لسؤال: لماذا كانت مصيبة الحسين عليه السلام أعظم المصيبات على جميع أهل السماوات؟ في بعض الروايات وعلى جميع أهل الأرض في هذه الزيارة وعلى أهل الإسلام. طبعا هنا واحد لازم يركز هذا كمبدأ ثم يقول لماذا. ربما أيضا قسم من الناس يسأل إما سؤال المستفسر والمستفهم أو أحيانا حتى سؤال المشكك، كيف تكون هذه أعظم مصيبة؟ هناك بعض الحروب حصل فيها قتل بمئات الألوف ومئات وعشرات الملايين،
الحرب العالمية الأولى والثانية عشرات الملايين ذهب من البشر ضحية هذه الحرب، فهي إذن مصيبة، مصيبة أعظم من حيث العدد، أو قد تكون نوعية المصيبة كما قال بعضهم وتساءل. احنا شفنا أيضا عوائل تقطع، أوصال أوصال يعتدى عليهم بشتى أنواع الاعتداءات، فكيف لا تكون تلك المصائب أعظم؟ كما قلت، هذا قد يطرح هذا السؤال متسائل مستفسر، وقد يطرحه مشكك غير قابل لهذا الأمر، ونحن نجيب على هذا الجواب في عدة نقاط. أولا، إشارة إلى ما ورد في هذا النص: وجلت وعظمت مصيبتك على أهل السماوات، جلت الرزية على جميع أهل الإسلام أو على أهل الإسلام. فقد يقول لك إنسان: أكو بعض أهل الإسلام ليسوا، لا يرون هذه المصيبة مصيبة عظيمة، وإنما يمرون عليها مرورا عابرا. وجواب ذلك كأن الزيارة تشير إلى الإسلام الحقيقي. من كان مسلما حقيقيا وعرف عن الحادثة بأبعادها بشكل صحيح، وسمع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله فيها، هذا إذا هو مسلم لازم تكون عظيمة عليه. فإما أن يكون ما واصله خبر، أو وصله خبر بشكل مزيف. قبل عدة سنوات نحن بحثنا هذا الأمر في كتاب أنا الحسين، أن الاتجاه الأموي والخط الأموي حاول أن يغيب مصيبة الحسين عن الأمة بأساليب مختلفة على مدى قرون كثيرة، إما خففها كلش فصارت في الكتب سطر واحد. أكو بعض المؤرخين كتب عن معركة عاشوراء، مؤرخ هذا يؤرخ لتاريخ الإسلام، مع ذلك كتب عن معركة عاشوراء فقط في 3 أسطر. هذا الحدث العظيم اللي لو يبغى يكتب بحسب الأيام كل يوم سطر يحتاج أن يكتب إلى كذا من الصفحات، فكيف إذا كان كل لو يريد يكتب جزء من خطب الإمام الحسين عليه السلام يحتاج شقد يكتب، لو يريد يكتب الأشعار المتبادلة، أسماء الشهداء لو يريد يكتبها يحتاج إلى شيء كثير، لكن هو هذا جزء من تعمد الاتجاه الأموي أن يغيب هذه الحادثة العظيمة الشديدة عن الأمة، وإلى حد ما استطاع أن ينجح لفترة من الزمان. لذلك قسم من الناس في غير الدائرة الشيعية أو المتعرفة على التشيع يستغربون لماذا يفعل الناس بأنفسهم هكذا من البكاء والنياحة وأحياء الأمر كل سنة وما شابه ذلك. وهذا يبين أن الاتجاه الأموي إلى حد ما قدر يأثر في الأمة، ومسؤولية أتباع أهل البيت عليهم السلام والحمد لله هم يقومون به مقدار جيد في ذلك في تعريف هذه النهضة والمصيبة والمأساة. فلا واحد يجي يستشكل أنه كيف عظمت على أهل الإسلام، والحال أننا نجد أن قسما من أهل الإسلام لا يهتمون بها ولا يرونها عظيمة، بل لا يعرفون عنها. الجواب على ذلك: لو كان أحد من أهل الإسلام حقيقة ووصله خبر كربلاء وعرف ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه الحادثة، لا يمكن إلا أن تكون عظيمة وجليلة عليه.
وإلا هذا يكون مكذب برسول الله، وإلا هذا يكون على خلاف خط رسول الله. الأكثر من الناس الذين لا يهتمون بقضية كربلاء مغيبون، غير عارفين. نعم هناك فئة من هؤلاء متعصبون طائفيون ومعادون لهذا التوجه، وإلا أكثر الناس إنما هم مغيبون عن هذه الحادثة. نرجع إلى حديثنا الأول، لماذا تقولون أن حادثة كربلاء وقضية الحسين ومأساته أعظم مصيبة في الكون؟ أهل السماوات جلت عندهم، أهل الأرض جلت عندهم، في زيارة الناحية بكته السماء وسكانها والأرض وعمارها والبحار وحيتانها وما إلى حد في بعض الروايات وما يرى وما لا يرى، كل هذول يؤرخون هذه الحادثة ويحزنون لها. هل قد فعلا القضية كبيرة أو لا؟ ألا يكون قتل ملايين البشر أعظم؟ ألا يكون في بعض الحالات تقطيع الأجساد، تذويبها مثلا بالأسيد غير ذلك، ألا يكون هذا أكثر؟ الجواب كما قلنا في عدة مراحل. المرحلة الأولى أن قضية الأعظم والأقل نحن لا نستطيع أن نحدده إلا في الأمور الظاهرية، وأما في الأمور غير الظاهرية لا سبيل لنا إلى ذلك. يعني أنا أقدر أقول هذه البناية أكبر من تلك البناية، واضح، هذه لنفترض 10 طوابق وتلك مثلا 5 طوابق، هذه مساحتها 1000 متر، تلك مساحتها 10,000. في الأمر الظاهري أقدر أنا وأمثالي من الناس أن نحدد أيهما أعظم أو أيها أكبر، وأما في غير الأمور الظاهرية، أمور المعنويات، أمور العبادات، أمور المنزلة عند الله عز وجل، هذه لا نستطيع أن نتعرف عليها إلا بإخبار الإله، إلا بإخبار الله عز وجل. مثلا هل هو الأعظم أن أصلي 100 ركعة مثلا في النهار، أو الأعظم أنه أبكي في الليل بمقدار 5 دقائق من خوف الله؟ هذه مو قضية ظاهرية، وما تقدر تحسبها أيضا على هذا الأساس. لا، الصلاة 100 ركعة معنى ذلك الإنسان يحتاج إلى جهد كبير فيها، ويقرأ كذا من آيات القرآن إذا 100 ركعة فيها، ويبذل وقت أطول وجهد أكثر، فإذا هي أفضل. لا يمكن أن يجزم الإنسان بهذا الأمر أبدا، وإلا كان كاذبا. ليش؟ لأنه قد تكون فيها الأمور هذه هي المقاييس، وقد لا تكون هذه هي المقاييس. لذلك تتعجب مثلا عندنا ما ورد من الروايات أن قطرة دمع، دمعة واحدة في جوف الليل من خوف الله عز وجل تطفئ بحارا من النار. شنو هذه مقياس الظاهري؟ أبدا ما يمكن أن يكون مفهوم. دمعة واحدة تطفئ بحار من النيران، احنا اذا نار مشتعلة في مكان معين شقد من الماء تريد حتى تطفئها؟ بحار من النار شقد تحتاج الى اطفائها؟ شيء كثير جدا. هاي الدمعة شنو مقدارها الظاهري؟ ما لها مقدار. ولكن اخبرنا الله الذي خلق النار وغضبها وخلق الخشوع والدمعة الخاشعة، ورد في الروايات عن النبي محمد أو عن أهل بيته
صلوات الله عليهم أنه هذه الدمعة الصغيرة البسيطة تطفئ ذاك الأمر. في المقابل ورد في الروايات أن درهم ربا أشد عند الله من 70 زنية بذات محرم في بيت الله الحرام. شنو هذا تفسيره الظاهري؟ يعجز العقل عنه ولا يستطيع. درهم واحد من الربا ذاك الزنا اللي هو شيء عظيم، وزنا بذات محرم، وين؟ في بيت الله الحرام. هذا ما يمكن بالمقاييس الظاهرية أبدا أن يستوعبه الإنسان، لكن إذا صح الخبر عن رسول الله وعن أهل بيته هذا إخبار عن الباري سبحانه وتعالى، والباري هو الذي يقدر أن هذا أسوأ أو ذاك أسوأ. هذا أكثر عذابا لو ذاك أكثر عذابا، هذا أعظم أو ذاك أعظم. فأول مرحلة، أول نقطة نشير إليها أن قضية الأعظم والأكبر وما شابه ذلك في الأمور الظاهرية التي هي تحت اختيار البشر، يقدر الإنسان يقول في المساحة وفي الطول وفي العرض وما شابه والوزن، الإنسان العادي يقدر يوصل إلى هذا الأمر. وأما في الأمور التي ترتبط بالمعنويات، ترتبط بالروحيات، ترتبط بالأمور الإلهية، بالثواب، بالعقاب، ما شابه ذلك، هذه اختصاص الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع الإنسان العادي أن يصل إليها بمقاييسه، ولا يستطيع في كثير من الأحيان أن يفهمها بعقله، لكن لازم يخضع لها إذا جاء الخبر الصادق عن الله سبحانه وتعالى. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه ورد عن نبينا المصطفى محمد وعن أهل بيته الطاهرين، هذا المعنى مو حديث ولا حديثان ولا عشرة ولا أكثر، وإنما ورد متواترا عن النبي وعن أهل البيت عليهم السلام شدة وعظمة هذه المأساة بحيث لا يقارن بها غيرها أبدا. لابد أن أشير بين قوسين هنا حتى أرفع فد إشكال، أنه هذا لا يعني الأفضلية. أكو قسم من الناس يشتبهون، يقول إذا كان مصيبة الحسين هالشكل فإذا هو أفضل من رسول الله، هذا غلط. أكو شيء إحنا نسميه خصائص، العلماء يسمونه خصائص، وأكو شيء اسمه فضائل. بعض الأنبياء لهم خصائص، جاء عيسى ابن مريم وأحيى الموتى بإذن الله، زين، النبي صلى الله عليه وآله ما جاء بهذه المعجزة كمعجزة رئيسية. هل معنى ذلك أن عيسى ابن مريم أفضل من رسول الله؟ كلا. من خصائص عيسى أن يحيي الموتى، من خصائص ومعجزة رسول الله القرآن الكريم، إضافة إلى سائر المعاجز الأخرى، لكل معجزته الخاصة، كون ذاك يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله لا يعني أنه أفضل من رسول الله صلى الله عليه. خاصية ذاك هي هذه، وخاصية رسول الله هي هذه، ولا تؤثر تلك الخاصية على أفضليته. بالنسبة إلى مولانا الحسين عليه السلام، متواتر عندنا إن الله عوض الحسين عن شهادته بأن جعل الشفاء في تربته،
وجعل استجابة الدعاء تحت قبته، وجعل الإمامة في ذريته. خاصية تربة الحسين أنه يوجد فيها الشفاء. زين، هذه الخاصية موجودة في تربة أمير المؤمنين؟ لا، ما موجود، ما مذكور هذا. ليس مذكورا. هل معنى ذلك أن الحسين أفضل من أبي؟ كلا، هذه خاصية تختلف عن الفضيلة. زين، فلما واحد يقول مثلا أن الحسين بكته الجن والإنس والطير والوحش والحيتان وجلت مصيبته في السماوات على أهل السماوات وبكت عليه الأرض وسكانها وإلى آخره، لا واحد يجي يقول زين فإذا معنى هذا أنه أفضل من رسول الله؟ لا، ليس كذلك. ليش؟ لأن هذه خاصية وليست أفضلية، ولا ينبغي أن يشار إلى أنه كل خاصية تعني تفضيل، وإلا مشكلة يصير عندنا. في الأنبياء عندهم خصائص كثيرة لم تؤثر كخاصية أساسية عند رسول الله، مع أنه اجتمع له كل ما كان عندهم. زين، لكن ذاك اختص بهذه الخاصية، الرسول ما اختص بها، جمعها وغيرها، وله فضائل لا تحصى. ووجود تلك الخاصية عند هذا النبي أو عند هذا الولي لا يجعله متقدما وفاضلا على رسول الله. نفس الكلام هنا، جاء في خصائص الحسين عليه السلام أنه تبكيه الجن والإنس والوحش والطير وما يرى وما لا يرى. وفي الزيارة أشهد لقد بكت لدمائكم أظلة العرش مع أظلة الخلائق وأمثال ذلك. ما وارد هذا مثلا في حق الإمام الحسن المجتبى. هل أن الإمام الحسين أفضل من الإمام الحسن؟ لا، ليس بالضرورة، هذه خاصية. هل أن الإمام الحسين أفضل من الإمام علي؟ لا، ليس بالضرورة، لأن هذه خاصية، وليس كل خاصية تعني تفضيلا بالضرورة. لا تعني وجود الخاصية الأفضلية بالضرورة، قد تعني وقد لا تعني. زين، ورد هذا المعنى في شأن الإمام الحسين عليه السلام بروايات وأحاديث متواترة، أحيانا من حيث اللفظ وأحيانا من حيث المعنى، حتى إذا اللفظ مختلف لكن المعنى شنو؟ متفق ومتواتر. جاء هذا عن رسول الله وعن الأئمة المعصومين عليهم السلام، وهم يبلغون في ذلك عن ربهم سبحانه وتعالى. ما دام قدمنا المقدمة الأولى وهي أن معرفة الأكثر والأعظم والأشد بيد الله عز وجل ومن عند الله، قال النبي ناقلا عن ربه، مو باقتراح من نفسه ولا باجتهاد من ذاته، وإنما لا ينطق عن الهوى رسول الله صلى الله عليه وآله، فما بلغ فإنه بلغ عن رسول عن الله عز وجل. فهذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة أن الممارسات التي قام بها الأنبياء تفيد هذا المعنى، ولم يقوموا بها تجاه سائر الأنبياء ولا حتى بالنسبة لرسول الله. مثلا عندنا من الروايات أن نبي الله آدم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام لما توسل بالأئمة المعصومين عند الله عز وجل ليتوب عليه، وقد رأى أسماءهم حول العرش، لما أجرى الأسماء المقدسة على لسانه
وصل إلى اسم الحسين فخشع قلبه، بل في رواية سالت دموعه. سالت تختلف عن أنه دمعت عيناه، الشيء السائل يحتاج أن يكون كمية كبيرة حتى شنو يسيل على الأرض، وهذا فيه كناية عن دموع غزيرة من نبي الله آدم. فبكى وسالت دموعه، وعندها سأل يا رب أو يا جبرائيل. أشوف لما ذكرت سائر الأسماء كان الأمر عادي، لكن لما ذكرت هذا الاسم الخامس سالت دموعي وخشع قلبي. ليش؟ فأخبره الأمين جبرائيل عن الله عز وجل بقضية كربلاء وما يجري على الحسين عليه السلام، فزاد عندئذ بكاؤه وندبه. سائر الأنبياء عندنا في الروايات أيضا بمناسبة وأخرى بكوا رسول الله صلى الله عليه وآله، رحمة الله على الشيخ الكواز، تحدثنا عنه قبل سنتين ربما في هذا المكان أيضا في سلسلة شعراء الحسين عليه السلام، أشار إلى هذا المعنى في قصيدة من إحدى غرر قصائده. قال: بكاك آدم قدما عند توبته، وكنت نورا بساق العرش قد سطع، ونوح ابكيته. يعني هذا نبي الله نوح انت ابكيته بطريقة اللي حكى دمعك طوفانه، يعني مشبه بين الطوفان وبين دمع نبي الله نوح. كلمت قلب كليم الله، يعني جرحت قلب الكليم وهو موسى. وهكذا بالنسبة إلى عيسى، أنه لو رآك بأرض الطف منفردا لما اختار أن ينجو ويرتفع. وهكذا بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فكل واحد من الأنبياء بكى. بالنسبة إلى الغير ما صار هالشكل، أمير المؤمنين لا يذكر أنه مثلا الأنبياء بكوا على مصيبتي. مو هذا لأن الإمام أمير المؤمنين أقل فضيلة من الإمام الحسين، أو أن مصيبته ليست عظيمة، لا، هذه من خصائص الحسين عليه السلام أنه بكاه كل هذا الكون، وبكاه الأنبياء، وبكاه رسول الله، وبكاه أمير المؤمنين، وبكاه الحسن، وبكاه الأئمة المعصومون بذلك النحو الذي لم نره بالنسبة إلى أحد، لا من النبي بل ولا في سائر الأنبياء ولا في أحد من المعصومين أيضا، على جلالتهم وعلى عظم منزلتهم. هذا أيضا مما يذكر في هذا الجانب، يعني ممارسة الأنبياء بعد ممارسة الكون، بعد ممارسة الجن والإنس والحيتان والبحار والبر والبحر وما يرى وما لا يرى، هذه من خاصية هذه الشهادة الدامية. زين، هل هذا راجع إلى ماذا؟ لماذا حصل هكذا؟ الحقيقة أننا لا نعلم. الذي يستطيع أن يجزم لهذا السبب أو ذاك يمكن أن يناقش، لا نعلم لماذا. الله نعلم أن الله سبحانه وتعالى اختص الحسين عليه السلام بهذه الخاصية، أنه جلت مصيبته ورزيته في السماوات على أهل السماوات، وجلت رزيته على أهل الإسلام والأنبياء هذا نعلمه. وصل لماذا؟ لا نعلم. قد يكون باعتبار أن الحسين عليه السلام هو ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، بل هو روح رسول الله، بل هو مجتمع أهل الكساء. أهل الكساء هم صفوة البشر
نزل فيهم الآيات المباركات، آية التطهير وغيرها، وتلخص أهل الكساء في الحسين عليه السلام حين واقعة كربلاء، وهذا ما تشير إليه كلمات العقيلة زينب عليه السلام عندما أخبرت أنه ذلك اليوم مات جدها رسول الله، ماتت أمها فاطمة، مات أبوها أمير المؤمنين، مات أخوها الحسن، كل هؤلاء في ذلك اليوم. وقد عبر الشاعر عن ذلك بقوله: فحياة أصحاب الكساء حياته، وبيوم مصرعه جميعا صرعوا، كلهم في ذلك اليوم انتهوا، ولم يبق من أهل الكساء الذين اجتمعوا في شخصية الحسين أحد في يوم عاشوراء بعد مقتله. قد يكون لهذا السبب، ولمنزلة الحسين عليه السلام، قد يكون لسبب آخر، وهو بسبب أن ما ارتكب من الحسين عليه السلام لا نظير له. فشخص بهذه المنزلة اللي يستسقى به السحاب، شخص اللي بهاي الميزات كان، مع ذلك يعطش حتى تتشقق شفتاه، سلام الله. الإنسان قد يصبر على الجوع لكن على العطش لا يصبر طويلا، والحسين عليه السلام مع إمكانه أن يشرب ويتقدم على باقي النساء والأطفال لكنه لم يشرب، وإنما جعل الماء لأولئك الأطفال والنساء. فبعدما عطش قتل أهله وولده وأصحابه، حتى الطفل الصغير، حتى الطفل الرضيع. حقيقة الإنسان لما يفكر في مثل هذه المصائب يتعجب أن أي خسة وأي دناءة بلغت بأولئك الأجلاف. أنت معقول أن تقتل رجل شاب كبير يقاتلك بالسيف، لكن طفل صغير لم يدر ما الغاية ولم يلتفت إلى هذه الأمور، ومع ذلك وجايبنا حتى يسقى شيء من الماء، أنت تجي وترميه بسهم فتذبحه من الوريد إلى الوريد. انتهت المعركة، قتل الحسين بتلك الصورة المفجعة التي سمعتموها في يوم المقتل، وطحنت أضلاعه طحنا زين. بهذه الطريقة فوق هذا أيضا سبيت نساؤه، وهذا ما إلى سابق في تاريخ المسلمين أن يشهر برأس ابن بنت رسول الله على رمح طويل يطاف به في البلدان، وأيضا معه تلك النسوة الطاهرات العفيفات التي لم تكن حتى هي لم تكن ترى حتى ظل شخصها كما يقول الشاعر، إلى أن بدت في الغاضرية حسرا. فقسم من الناس يقول لهول هذه المصيبة وعظمتها من أطرافها المختلفة صار إلها هذا اهتمام، صارت عظيمة، صارت كبيرة، صارت أعظم مصيبة في الكون. قد يكون الدافع لذلك أن الطرف المقابل طرف أبدى من اللؤم والخسة ما لا حد له، يعني لا بينه وبينهم عداوة شخصية. يسألهم: بأي شيء تطلبوني؟ بقتيل لكم قتلته؟ بمال لكم استهلكته؟ لا، إذا مو أمور شخصية، على شريعة غيرتها، سنة بدلتها، ليش تجردون أسيافكم لقتلي؟ ما تعرفون أنا منو؟
ألست أنا ابن بنت نبيكم وابن وصية؟ فبعضهم يرى أن سوء الدوافع وتفاهة الأسباب التي كانت تحرك أولئك القوم يجعل من اللازم أن تكون هذه المصيبة مصيبة عظيمة وعجيبة، وهي على أهل السماوات وأهل الأرض كذلك. وقد يكون هناك أسباب أخرى، وقد يكون مجموع هذه الأسباب، لكن الحق أننا لا نعلم عن الأسباب الحقيقية اللي نرى هذا السبب وذاك السبب وذاك السبب، طيب يعطي لهذه المأساة والمصيبة عظمتها. ولكن هل هذه هي كل الأسباب؟ نحن لا نستطيع أن نحكم بذلك. نحن نستطيع أن نقول نعم، إن هذه أسباب معقولة، ولكن قد يكون هناك أمور لا تدركها عقولنا. مكانة للحسين عند الله عز وجل، مقام عند الله للحسين عليه السلام، جعل مصيبته بهذه العظمة، وربما لم نتوصل إلى ذلك الأمر. الذي نعلمه أنه احتفل أئمة المعصومون وقبلهم رسول الله صلى الله عليه وآله بهذه المصيبة قبل حدوثها، وهو على خلاف طبيعة الأشياء. شايف إنسان مثلا يبكى قبل موته؟ لا يبكى الإنسان قبل موته. يعني شفت واحد يدري أن رسول الله حي وكذا يأتي يبكي على النبي قبل موته، يستغرب منه هذا الأمر. يدري أن الإمام علي سيموت بعد مدة من الزمان، الآن يبكي، يستغرب هذا، ولم ينقل لنا في التاريخ هذا المعنى. ولكن الحسين حصل له هذا الشيء، وبكى رسول الله صلى الله عليه وآله الإمام الحسين قبل حدوث الحادثة بحوالي نصف قرن من الزمان وأكثر. الإمام الحسين فيما سمعتم وعرفتم كان قد جاء إلى بيت أم سلمة، بيت جده رسول الله، وكان النبي في داخل حجرته، وقد أمر أم سلمة ألا تدخل عليه أحد. قالت فجاء الحسين وهو صغير من حيث السن الظاهري، هكذا كان، فدلف إلى الغرفة، تقول أنا ما بعد ما مسكته، دخلت بعد قليل حتى أخرج الحسين بهدوء وأخلي رسول الله براحته يستريح. فإذا بي أرى هذا المشهد، رسول الله مضطجع وقد وضع الحسين على صدره، وهو يقبله تارة في نحره وأخرى في صدره، ويبكي بأبي وأمي ويقول أعزز علي أبا عبد الله، عزيز علي أبا عبد الله. يعني بعد 50 سنة أنت ولو هالفترة طويلة، لكن سيرد صدرك بحوافر الخيل، فأنا أقبل مواضع حوافر الخيول أو تذبح نحرا بالسيف، فيقبل ذلك الموضع. الشيء اللي ما صار إلى أحد من الأعاظم، وهو أن يبكى قبل حدوث الموت عليه، صار للحسين عليه السلام. وممن؟ من رسول الله ومن فاطمة الزهراء عليه السلام. قيل أنه لما وضعت فاطمة الحسين عليه السلام وجيء به إلى رسول الله وأخذه وضمه، وبعد ذلك أخبرها بما يجري عليه، أو وصل إلها خبر سلام الله عليها وعليه بما يجري عليه، بكت فاطمة الزهراء عليها السلام وناحت على الحسين. أول ولادته يا فاطمة، المولود لما يجي يستقبل بالزغاريد والفرح والسرور، وهذا مولودك من علي امتداد لرسول الله، ساعة فرح الآن، ينبغي لك أن تفرحي. لكنها كان قد نصبت المأتم
ونادوها محل سرور يا زهرة نصبت النوح، نادوها محل سرور يا زهرة نصبت النوح، صاحت لا تلوموني وعزوني على المذبوح، تراني أتعب بتدليلة وتالي هذبي حيروح، ابني موزع الأوصال وبناتي باليسر تبديد، وفاطمته وسيدته ومنذ ذلك اليوم وهي على حالة البكاء والنياحة على الحسين، وإذا تخاطب بمنطق العزاء، أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشاط فراتي، إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات، أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي، نجوم سماوات بأرض فلاتي، كأنها وهي تجيب من خاطبها وتقول أنا دهري بالرما دهري رماني بالرزايا بكل اللي غالي، شتت أولادي عن يميني وعن شمال، ما شوف ساعة من الحزين مرتاح با، وأعظم علي لون الناعي على حسين وحسينا، أنا أبكي على أولادي ضحايا بسيف وبسام، وأبكي على أبوهم جتيل الإبن ملجم، وانت اسألوني يا خلق عن يا هو أعظم أعظم علي لون عناعي على حسن، أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى موتاهم وموت السامعين، نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.